التقيل جايك في الطريق بيقول لك يا لهو بالي يا شبيه الغزالي ازاي سنيت الهجر للمحبين يا عم الوسوسه يا دي المصيبه يوم قربك صفالي جنبت عند ربسن عليها شين ما تفتكرش ازاي سميت حالي وحنيت لك عنك خلوق البعارين طب تبسط يا عم اشيل حبلي لحالي ده انت ما تستاهلش تبكي لك يا ولد وصلني يا رجال يا هم لالي صح صح ده بعدك رجعتي يا ابو وجهين مش ممكن ارجع عقب شيء مضالي دراع خلوك شديد دراعي لا طلبتك تراضين منك لله بكل هم من قرالي بس افتكر حتروح من ربنا فين ابغى مصري رايح بقال والله انا حقي لك لا تدور بدالي اديني العنوان ما تقول شيء يا اخي خذ تكلم مصري يا اخي هذه جاب لك قصيده على شرعين لا 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 طيب ايش سوى بتكلم مصري معنا هذا مستقدم هذا مستقدم يا عم يا عم يلا يا عم ما فيش وقت كنت اليوم بالصباح رايح بغيت اقول الجمعية لا التبس السلك كنت اليوم الصباح رايح السوق طيب رحت السوق شو معايدي يعني ولا لا صدي انت صديق السوق لكني انا رحت السوق وحصل لي ايه معليش بس فصل اقنعني يمكن اكثر يا اخي هو يا اخوي هو اللي خرب علي فيصل يا وجه النكبة فيصل دخيل الله في امل ما اكتفي على الجلسة الرمادية الله والله ان كنا نبغاك في الجلسة ذيك لكن